على الله بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. طبعا أقرب نجم ملتهب عدا الشمس، بيننا وبين الشمس 8 دقائق فقط ضوئية. بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يقطع في الدقيقة؟ ضرب 60. كم يقطع في الساعة؟ ضرب 60. كم يقطع في اليوم؟ ضرب 24. كم يقطع في الشهر أو في السنة؟ ضرب 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ بيننا وبين هذا النجم الملتهب 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، فضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4. هذا الرقم ابنك الصغير يحصل عليه بآلة حاسبة خلال دقائق. لو تصورنا طريقا لهذا النجم ونركب مركبة أرضية، فإذا قسمنا هذه المسافة على سرعة السيارة 100 كيلومتر في الساعة، الناتج كم ساعة تستغرق هذه الرحلة؟ وإذا قسمنا الرقم على 24 كم يوم؟ وإذا قسمناه على 365 كم سنة؟ هل تصدق أن رحلتنا إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام؟ لا قوة إلا بالله. ما معنى 4 سنوات ضوئية؟ لو أن هناك مركبة أرضية ولهذا النجم طريق سالك وركبنا هذه المركبة لاحتجنا إلى 50 مليون عام. السؤال الآن، متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى نجم اكتشف حديثا يبعد عنا 24,000 مليون سنة؟ 24,000 مليون سنة ضوئية، مع أن هذا النجم الذي هو أقرب شيء إلينا بعده عنا 4 سنوات ضوئية، يستغرق الوصول إليه 50 مليون عام، والأربعة وعشرين ألف مليون سنة. الآن نفتح القرآن الكريم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سبحان الله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. النقطة الدقيقة جدا أن الأرض تبعد عن الشمس 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق، وحجم الشمس يزيد عن حجم الأرض 1,300,000 مرة، يعني 1,300,000 أرض تدخل في جوف الشمس، والمسافة بينهما 156 مليون كيلومتر. في برج العقرب، وقد قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، في برج العقرب نجم صغير متألق أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ سبحانه وتعالى. ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع.